أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصال المرئي والصوتي عبر الإنترنت ابتداء من صباح يوم الخميس. ويأتي هذا القرار تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فالاعتماد على إيرادات البيانات والخدمات المضافة هو المسار والتوجه العالمي الذي يجب على المشغلين في المملكة نهجه. وتعمل الهيئة مع الجميع لمنح المشتركين في المملكة أفضل وأرقى الخدمات.